يعني عمره سنتين ونص، يعاني من أمراض جلدية، طفح جلدي كثير، بطفح في جسمه، ولد بنته بسخان، في ورم خفيف في راسه، عنده دم بيطلع بنزل، وضعه الصحي صعب صعب كثير. في شيء أدوية، في شيء علاجات، في شيء أي حاجة إني أدي للولد، بس أنا بدي بس نظام مسكنات وإنه بينشفه وبيرجع بعد أسبوعين ثلاثة نفس الإشي وبزيادة. المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمة الأطفال في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، الطبيب الوحيد للجلدية المتواجد في هذا المستشفى بفعل ترهيب القصري للأطباء وترحيلهم من الشمال إلى الجنوب. يعاني من الحبوب هذا من أصل الحار، من الزبالة ومن المجاري، فيش دواء. ها هاي تنزل على الصيدلية ما تلاقيش دواء باهم، بس مسكنات المستشفى. الله يعطيه معاه في المستشفى قدمت كل حاجة، بس ما فيش مش قاعد فيش يقدم خدمات. هذا الطفل عبد الله كاين 9 سنوات، كان عاني من الكلى وظائف عالية، مع الحب مع المعلبات صار يخسر، ما فيش موز تفاح لحمة سمك، كان عاني البيض، البيض غالي اليوم، البيض بعشرة شيكل قاعدين هنا قاعدين من الشغل. الحقيقة إن الأمراض الجلدية وصلت إلى مستويات شديدة في هذا المستشفى بفعل سوء التغذية الذي أدى لانخفاض المناعة، وبفعل القمامة الملقاة ومكدسة في شوارع المخيمات والقرى، وأيضا بفعل تدمير الاحتلال للبنية التحتية وانتشار مياه الصرف الصحي، وبفعل تكدس الأطفال داخل مراكز الإيواء التي تفتقر إلى أدنى مقومات النظافة الشخصية.